اخواتي السيسي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإياكم في ملعب مرسول بارك في هذه المواجهة الجديدة في دوري روشن السعودي ضمن مباريات الأسبوع رقم 12. الليلة مباراة تأخرت من يوم أمس وتأخرت أيضا عن بدايتها المقررة في هذا اليوم عند 6 مساء، وذلك بسبب الظروف المناخية. مباراة النصر الطائي المتصدر، النصر الذي يبحث عن تأكيد صدارته وهو الذي يبتعد عن أقرب المنافسين بنقطة واحدة، يريد الابتعاد بأربع نقاط حينما يلعب من أمام الطائي في هذه المباراة في الجولة رقم 12. لكن على الجانب الآخر الطائي وصل إلى مباراة الليلة في المركز السابع من 11 مباراة، فاز في 6 مباريات و5 تعادلات. الطائي بدون أو 5 خسائر بدون أي تعادل في مشواره في 11 مباراة سابقة في الدوري، يبحث عن نقطة قبل انطلاقة المباراة إلى أن تحققت البداية بالفعل الآن، وبداية نصراوية سريعة معها صافرة، والكرة الآن الثابتة النصراوية. تاليسكا يلعب كرة لكنها في النهاية جاءت في حائط أوروبي وطقسها العام أوروبي، والكرة ملعوبة حتى الأجواء في مرسوبة. أرضية الملعب إلى الأوت، رمية جانبية، تاليسكا ما زال على أرضية الملعب، سلامات تاليسكا واقع على أرضية الملعب، سلامة تاليسكا. شوف الانطلاقة من تاليسكا، شوف الاحتكاك اللي حصل، حكم المباراة طالب باستمرارية اللعب، احتكاك كان بين عبد الكريم سعود وتاليسكا في هذه اللقطة. في النهاية حكم المباراة طالب باستمرارية اللعب، رمية جانبية ملعوبة إلى منطقة الجزاء لكنها بالرأس مبعدة، ترجع إلى لويس جوستافو وتسديدة إلى خارج أرضية الملعب، مرت كرة لويس جوستافو إلى ركلة مرمى في صالح النصر. اليسار الانطلاق الوصول في منطقة الجزاء والتسديدة لخارج أرضية الملعب، موسونا شق طريقة من الجهة اليسرى، اندفع للأمام، كان قريب جدا من مرمى أوسبينا. شوف الكرة مرة أخرى، موسونا 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 موسونا، هذا جاي مشاغب الدلاب، انفعل على لاعبينا. الكرة اللعب إلى محاولة للطائي، تمريرة ما كانت مكتملة بسبب أرضية الملعب المبللة والأمطار تتهاطل على مدينة الرياض وعلى ملعب مرسول بارك. مستمر عيون عدى، ما زالت الكرة معه، يعدي من الثاني، خطيرة سعيون، خطيرة سعيون، خطيرة سعيون، بعد كل المرور بعد كل المهارة والفقص اليسار، مقطوعة إلى بيتي مارتينيز، صافرة فيها شد فيها بطاقة صفراء، قرار طبيعي من حكم المباراة، بطاقة صفراء على نواف القميري، أعطى الإذن لتنفيذ المخالفة. بيتي مارتينيز أرسل كرة تماما مشابهة لجهة اليسار، التمريرة إلى جوستافو، لا 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 لا، مش طبيعي أبدا. كل ما يحدث في المباراة إذا تاليسكا يضيع فرصة بهذا الشكل فكل ما يحدث. مرت الكرة بالجهة اليسرى والانطلاق للنصر من اليسار إلى خارج أرضية الملعب، لكن فيها فاول، مشاريبوف في احتكاك جرى معه وبالتالي مخالف إلى مبينزا، إلى مبينزا، وسبينا وسبينا قلت لك وسبينا يعني وسبينا، وفيها مغامرة كبيرة يصيدها لكنها مقطوعة، تعود للنصر إلى بيتي مارتينيز وتسديدة من بيتي إلى خارج أرضية الملعب. الأرجنتيني سدد كرة رائعة مرت إلى جوار القائم الأيسر عن طريق في ثم عرضية لم تصل إلى تاليسكا، راحت للخيبري والتسديدة من عبد الله إلى خارج أرضية الملعب. عبد الله الخيبري، تس سلطان الغنام، سلطان من الجهة اليمين، العرضية جول جول، هدف أول من تاليسكا، عرضية ساحرة من سلطان الغنام واصلة لتاليسكا، تاليسكا بكل أناقته، تاليسكا بكل رشاقته غزاهم وسجل في مرماهم وأهدف. مرة ثانية الطائي مع الكرة بانطلاقة، الكرة ساقطة، يو بعد كده ما في فرصة لكن في أوفسايد، بعد كده ما في فرصة لكن الكرة فيها أوفسايد. شوف الكرة ساقطة والباك وونا، موسونا أخذ كرة انطلاقة للطائي من موسونا وتسديدة بعيد، سعيود سعيود بتمريرة لكن كرة سعيود طالت وفيها أوفسايد رأي. تاليسكا 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 تاليسكا، هم يحتفلون
يحتفلون برونالدو وتاليسكا يحتفل في مرمى الخصوم. تاليسكا يسجل الثاني للنصر. تمريرة بدأت من أسبينا وتاليسكا أنهام تجلى ركلة حرة مباشرة وتسديدة في حائط صد كاللاعب واحد مع ذلك تمكن إلى تاليسكا وتاليسكا بعرضية والعرضية بعيدة من تاليسكا. يحاول النصر من الجهة اليمنى عرضية باتجاه تاليسكا والرأسية من تاليسكا إلى اليسار إلى محاولة عرضية من سامي النجعي وصلت لتاليسكا. تاليسكا متسلل ركلة حرة غير مباشرة اليسار إلى اليمين تمريرة واصلة أمبنزا أوسبينا تألق أوسبينا بغض النظر عن القرار تألق مع الكرة أوسبينا إلى أمبنزا وأمبنزا يمررها في أقصى اليسار يلعبها بعرض الملعب كرة ما زالت للطائي والتسديدة لكنها بعيدة إلى خارج أرضية الملعب. رك كرة اللعب إلى فاي كولينز يلعب كرة في الجهة اليمين انطلاقة للطائي من الجهة اليمنى المحاولة في منطقة الجزاء هذه خطرة الرأسية لا والله وصلت لأوسبينا هواتفها وكأنها ليلة من ذهب بالنسبة للنصراويين انتصار تعلق لتاليسكا حضور للدون كريستيانو.